تبدأ سورة النور بعقوبة الزنا لقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. تحدد هنا عقوبة كل من الزاني والزانية 100 جلدة. وقد يسأل سائل ساخراً: وهل في الجلدات 100 فرج وراحة وعطاء؟ أقول نعم، إنها في شروط إقامة هذا الحد التي تنص على وجود 4 شهداء حاضرين، وهذا شبه مستحيل. فإذا وجد 3 شهداء يقسمون على رؤيتهم فعل الفاحشة بين الرجل والمرأة عيناً ولم يوجد رابع معهم، تم جلد 83 جلدة تحت باب قذف الأعراض. أي أن الفريضة هنا هي في تغليب الشكل على المضمون، لا بل في إسقاط لقب الزنا ولو حصلت الفاحشة فعلاً. فقصرت العقوبة على الفاحشة العلنية، علماً أنه في قتل النفس يكفي شهيد واحد أو شاهد واحد. أي أن ارتكاب الفاحشة بين ذكر وأنثى لا يسمى زنا إلا إذا توفر الشهداء 4. أي لدينا التعريف التالي: علاقة جماع غير شرعية بين رجل وامرأة تسمى فاحشة. علاقة جماع غير شرعية بين رجل وامرأة زائد 4 شهداء تسمى زنا. أي لا يجوز إطلاق لقب الزاني والزانية إلا على رجل وامرأة ارتكبا الفاحشة بتوفر 4 شهود، لأنه بمجرد إطلاق هذا اللقب وجب إقامة العقوبة. لذا قال: ولا تأخذكم بهما رأفة، وأضاف بندا آخرا إلى الزنا مضافا إلى الفاحشة وهو سوء السبيل، لقوله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الزنا فاحشة زائد 4 شهود إقامة حد الجلد، أي ساء سبيلا، أي انتقلت الفاحشة من بند الذنوب مع الله عندما لم تكن علنية إلى بند السيئات مع الناس بعلنيتها، فاستحقت عقوبة المجتمع بالجلد لأنها أساءت إليه. إن فعل نكح في اللسان العربي يعني معنى واحد، وهو العملية الجنسية، وتقوم هذه العملية إما بميثاق الزوجية أو بعقد ملك يمين، فهو نكاح حلال، كما في قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. أو بدون ميثاق زوجية أو عقد ملك يمين فهو فاحشة. وقوله فانكحوا يعني القيام بعملية الجنس بميثاق أو عقد، لهذا نقول عقد نكاح، لأنه إذا تم العقد ولم يحصل النكاح سقط العقد تلقائيا، فالنكاح شرط من شروط نفاذ العقد. فالزاني الذي يضاجع زانية بغير عقد مع توفر الشهود إنما يمارس النكاح فعلا بمعناه الجنسي، ولا يريد من الزانية أصلا إلا هذا الفعل لا أكثر ولا أقل، وهذه النقطة بالذات هي التي تجعل من نكاحه فاحشة حراما، وتجعل من نكاح الزوج أو ملك اليمين حلالا. وإذا حصلت الفاحشة علنا أي 4 شهداء فتصبح زنا. انظر معي كيف أن السارق يقوم بفعل هو السرقة فيسمى سارقا، والقاتل يقوم بالقتل فيسمى قاتلا، لنرى أن الاسم اشتق من الفعل، وكذلك الكاتب من كتب والكاذب من كذب. فإذا نظرنا في قوله تعالى: وليكتب بينكم كاتب بالعدل، نجد أن الكاتب فيها لا يعني الإنسان غير الأمي بالخط، بل يشير إلى التكرار أو ما يسمى بالمهنة. فأي إنسان يعرف الكتابة لا يسمى كاتبا إلا إذا كانت هذه مهنته، كقولنا اتحاد الكتاب العرب. وكذلك النجار والسارق لا يسمى نجارا أو سارقا إلا إذا غدت النجار أو السرقة مهنته. ولهذا وضع العقوبة القصوى للسارق في قطع اليد، لكن سرقة واحدة لا تكفي لقطع اليد، لأنها لو كانت تكفي لقال: ومن يسرق فاقطعوا يده، لكنه قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما.
أما في القتل فإن جريمة واحدة كافية لأن تعرض مرتكبها لحكم الإعدام، وذلك لأنه سبحانه قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. نعود إلى آية النور، نجد أن الزاني فيها لم يشتق من فعل نكحة، ولنجد أن الاسم جاء على وزن فاعل شأن السارق والكاتب، ونفهم أنه اشتق من زنة كقولنا زن الزنبور، وهذا يعني أن الشهوة زنت على الزاني حتى أنه تجاوز الخوف من الله والخوف من المجتمع. ففي تجاوز الخوف من الله ارتكب الفاحشة، وفي تجاوز الخوف من المجتمع قام بها علنا، ولهذا يكون الزنا الفاحشة العلنية، ويأخذ المجتمع حقه من الزاني والزانية بالجلد. وهنا نلاحظ دقة تنزيل الحكيم حين يحدثنا عن يوسف بأنه صرف عنه الفحشاء، ولم يقل صرف عنه الزنا، لأنه كان مع امرأة العزيز وحدهما ولا يوجد شهداء. قد يقول قائل إن هناك ملايين من حالات الفاحشة تحدث يوميا في العالم بين الرجال والنساء لا يقام عليها حد. أقول لأنها فاحشة وليست زنا، وفي هذه الحالة يطلب الله من مرتكبيها التوبة والاستغفار، كما في قوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله.